على الالتفاته ديال هذا اليوم والفرحه السعيده اللي قمت بها سكينه رباط الخير. والشكر الجزيل للاخوان المناضلين اللي كانوا مستعدين للاجابه في ظرف جوج ثواني تقريبا. لأهل العيون والساقية الحمراء بملك يزوركم يا معشر النبلاء، فلا تخشوا الجبناء ولا تخشوا الجهلاء، فكلنا صفا وراء الملك ضد الأعداء، فأنتم إخواننا وأهالينا وخيرة الأبناء، لأنكم عدتم بالأحضان ولبيتم النداء ورفعتم بدل السلاح الأعلام الحمراء. دمت لنا يا ملك الفقراء والأغنياء، فأنت محفوظ من الله يا سليل الشرفاء. شيمتك التواضع دوما ورفض الكبرياء، ولن تخيب وأنت من سلالة الأنبياء. نحبك في الله حقا يا ابن الأولياء، وبالدم نفديك يا أحسن الملوك والأمراء. فاتركونا وأرضنا لطفا أيها الأشقاء، فلما الخصام بيننا ولما الأذى. سكان ديال رباط الخيل تنشكركم رغم الأمطار الكثيرة اليوم. خير الأمطار، خير الأمطار تزامن مع خير القرار الأمريكي برئاسة الرئيس جون بايدن، الذي قرر بأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية مهما طال العمر. الصحراء متقاعدين الجيش الملكي، قوى المسلحة الملكية اليوم فرحان بعد القرار اللي قررته الولايات المتحدة الأمريكية. وبهذا الحدث العظيم نحن متقاعدين رباط الخير فرحانين اليوم، والصحراء مغربية وستبقى مغربية، كره من كره وأحب من أحب، وستبقى مغربية من تنجا إلى الجويرة. وكنشكروا كل واحد سام في هذا النافذة الإعلامية اللي جات هذا النهار باش أنه تاخذ الكلمة ديالها. كل هذا المجمع هذا اللي كيعبر واللي يعني يعلم علم اليقين أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية. السلام عليكم الإخوة الكرام، اليوم احنا فرحانين فرح كبير بالقرار الأمريكي الذي يعترف بصحراء مغربية. وكنشكروا جلالة الملك على الصهر ديالو وعلى المداومة ديالو السياسة العميقة مع الرشيدة مع جميع الدول، مع جميع الدول الذي قاموا باعتراف الصحراء مغربية. واليوم ساكنة رباط الخير تعبئ تعبئة شاملة على القرار الأمريكي، والشكر الجزيل يبقى للسياسة المغربية جلالة الملك. وشكرا جزيلا للساكنة رباط الخير، الساكنة الشريفة، والمناضلين الأحرار. السلام عليكم. زيد أمي خديجة زيد. ديما رباط الخير، رباط الخير مدينة هرممو إقليم صفرو. تحياتي السي شبشالي اللي جمع هذا المجمع، وعشا الملك والصحراء رباط الخير كتفتخر بالصحراء مغربية، وعشا الملك. تحياتي عشا. عشا الملك، عشا الملك. اللي يبغى يعبر ويقول شي كلمة مرحبا به. هذا يا أخي اليوم عيد عندنا، عيد عندنا اليوم بهذا الحدث العظيم. نشكر ساكنة رباط الخير رغم هذه الأمطار والجو البارد، الناس حضروا بكثافة. نشكر الجميع على هذا الحضور. مرحبا بجميع الأصناف اللي تلتحق بنا دابا، سواء شيب وشباب أو نساء ورجال، الذي أبوا رغم الأمطار الكثيرة إلا أن يشاطروا ساكنة رباط الخير
الخير ونواحي واقليم صفر الاحتفال بالقرار الامريكي الذي الذي يقر بمغربية الصحراء ويساند جلالة الملك في جميع قراراته وكذلك قرارات مجلس الامن الدولي الذي يحث على ان الصحراء مغربية. وغادي نقولوها الصحراء مغربية وغادي نقولوها التلفي الصحراء المغربية وغنقولوها بالشلحة الصحراء المغربية وغنقولوها للصحراء ماروكان وغادي نقولوها بلونجلي وماروكو الصحراء الى اخره. يعني ان الصحراء بجميع اطياف المغرب جميع مكونات المجتمع سواء سواسة عرب او امازيغ يؤكدون ويشاطرون جلالة الملك في جميع القرارات التي يتخذها والتي ساندتها اقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الامريكية بقرارها امس التي تعتز وتقول بان الصحراء مغربية ابى من ابى ورضي من رضي والصحراء مغربية. صحراء صحراء هنا انا كنت في هذه البلاصه هذه ب 87 هذه البلاصه هذه حنا مدوزين ليها الصمت الجيني ولد الجيني ودوزنا تما. وعاش الملك وعاش وزاد في النصر والتأييد وعاش المغرب وفرحوا المغاربه فرح جديد. وعاش الملك وعاش ولي العهد ومولاي رشيد ودرنا الحدود وجلسنا جسنا على الاطراف. يا سيدنا الصحراء دي كانت كتهمنا حررتها يا سيدنا حسبني في المسيره فوق ما درتها يا سيدنا حنا مستعدين للمليليه والسبته. يا سيدنا الصحراء ولات ديالكم انت مولاها يا سيدنا الصحراء خديتيها بر وبحر وسماها يا سيدنا اللي مات على وطن وتجي هنزاها يا سيدنا والزعيم ما عنده منا شي خاف. السلام عليكم الصحراء المغربيه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.